الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الحمد لله الذي رفع السماء وجعل لكل داء دواء ولكل جرح شفاء صاحب التدبير في الأرض وفي السماء سبحانه خلق الخلق وكان عرشه على الماء لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله يجبر بها كسري لا إله إلا الله أدخل بها قبري ولا إله إلا الله ألقى بها ربي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها المسلمون أسبوع المضى تكلمنا عن شاب غرق بالمعاصي ونسي أن له ربًا وكانت زوجته تنصحه وتدعو له بالهداية فهداه ربه تبارك وتعالى ولعلنا اليوم نقف مع قصة أخرى يقول ربنا تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إخواني شاب غرق بالمعاصي كما قلنا ونسي أن له ربا يراقبه كانوا الناس يذكروه بربه بخالقه برب البرية برب البشرية برب الناس أجمعين يا فلان يا فلان الموت قادم والعذاب قادم وربك غاضب لمن عصى وربك رحيم لمن تاب صلي يا فلان صلي صلي ايش كان يقولون ليش بدي صلي أنا الله إيش أعطاني لحتى صلي الناس عندهم قصور عندهم سيارات عندهم ذهب عندهم أموال أنا لسه ما عندي بيت ليش أنا بدي صلي أنا ربي إيش أعطاني لحتى صلي أعوذ بالله من الغفلة يا أخوان جاء رجل قال له يا أخي أنت عم تقول الله إيش أعطاك الله إيش ما أعطاك قال له لا والله أنا ما عندي بيت ما يعني عم يفكر الشغلة إسا إيش مادية قال له شوف إذا أعطوك إسطنبول كلها مقابل عيونك تعطي إسطنبول سكت يعني تعطي عيونك سكت قال له رد سكت قال له اترك إسطنبول لو أعطوك الدنيا كلها وقالوا شيل عيونك أعطيني إياها ولك الدنيا إيش بتقول قال أنا ما بريد ليش ما بتريد قال أنا عيوني اللي ما بتشوف هذه الملك وهذه الذهب وهذه النعم إيش بتسوي قال له الدنيا كلها ما عم تبدل على عيونك هذه عيونك مين أعطاك ياها من أعطاك السمع والبصر واليدين والرجلين قال الرجال هذا خربط لي راسي صرت فكر والله يعني ربي تبارك وتعالى فعلا يعني أعطاني هالبصر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في نعم عندنا لو عددناها ما منخلصها بعدين قال رحت وصرت أفكر يوم من هالأيام جيت على البيت قال دخلت على البيت تعبان مهموم محزون يعني كأنما ضاقت فيني الدنيا جيت على الفراش نمت ولكن ما أستطيع أن أنام أفكر في كلام الرجل صحيح أنا ليش أبعدت عن ربي تبارك وتعالى أتقلب يمينا ويسارا ما عاد يجيني نوم صارت الساعة يعني قريب الفجر هيك وسط أنا يعني مهموم رحت على المطبخ بدي أخذ السكين علشان انتحر بدي ارتاح يا أخي أنا بدي نام ما عم يجي لي نوم فإذا الأذان الله أكبر الله أكبر قال ونعم بالسماع حتى قال حي على الصلاة قال كب من الفراش رحت على البلكون عينت هيك صرت أتفكر في خلق السماوات والأرض في النجوم وحس هذه الصراصير وهذه بعدين قال الصلاة خير من النوم
قلت يا رجال قم توضى وذهب على المسجد وصلي. كم توضيت وذهبت على المسجد، لما دخلت على المسجد جيراني صاروا ينظروا إلي كما ينظروا إلى كرة القدم، لأنه ليش كيف هذا بتوب وبيجي على المسجد، ما معقول هذا، لأنه أنا قال أنا شرير، أنا يعني كثير عندي ذنوب وجيراني يعرفوني كلهم. قال دخلت على المسجد وراسي هيك ومشيت. قال حتى الإمام قال الله أكبر، فإذا يقرأ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوسه به نفسه، نرتل الآية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى قرأ وجاء لقد كنت في غفلة من هذا. قال فلما جاء سقطت على رجلي، قال وبكيت اي والله انا في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فانتهت الصلاة وجاءوا المصلين، يا فلان هنيئا لك التوبة. قلت لهم اتركوني الله يخليكم، حتى جلست إلى طلوع الشمس وصليت الضحى وذهبت إلى البيت، ومنذ هاك اليوم ما تركت أي صلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم.